السلام عليكم ورحمة الله. تربية نينوى تؤكد بأن النتائج ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة بعد إكمال إجراءات التدقيق. تربية نينوى تقول نتائج راح نعلنها خلال الأيام القليلة المقبلة، صححوها، بقى فقط التدقيق. هسه لحد هاي اللحظة المديريات التي أعلنت نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول لحد الآن هي الرصافة الأولى، الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة. طبعا محافظة بغداد كملت الكرخ الأولى والثانية والثالثة والرصافة الأولى، باقينا الرصافة الثانية والرصافة الثالثة. بعدين تربية محافظة كربلاء المقدسة أو تربية المثنى وتربية صلاح الدين والسليمانية ودهوك، ومثل ما قلت لكم نينوى تقول خلال الأيام القليلة المقبلة بس يكملون إجراءات التدقيق، تعلن الرابط نتائج محافظة نينوى.